أصداء إيجابية واسعة حظيت بها كلمة خادم الحرمين الشريفين اليوم في قمة القدس التي أكدت على موقف المملكة الثابت حيال القضية الفلسطينية. فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين جميعا، هذا ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قمة القدس، حيث تبرعت المملكة العربية السعودية ب150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس. اليوم أكد العرب في قمتهم 29 أن القدس قضية محورية بالنسبة لهم، وربما هذا الإعلان عن هذا الدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية وفي نفس الوقت تسمية القمة بقمة القدس إشارة واضحة ومباشرة ورد كذلك على كل من يشكك أو يقلل من اهتمام العرب بقضيتهم الأم. وأكد مشروع إعلان قمة القدس في ختام أعمال القمة على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى هويتها العربية وأن تبقى القدس المحتلة عاصمة لدولة فلسطين. خادم الحرمين الشريفين حفظه الله استلم قفاز المبادرة وقطع الطريق أمام المحاولات الأمريكية لتسمية القدس عاصمة لإسرائيل. وكان خادم الحرمين الشريفين قد أكد في كلمته الافتتاحية رفض المملكة العربية السعودية للقرار الأمريكي الخاص بالقدس، مؤكدا أن فلسطين كانت وستظل قضية العرب والمسلمين الأولى. من الظهران اختتمت القمة العربية التي أطلق عليها الملك سلمان بقمة القدس لتؤكد وترسخ أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للعرب والمسلمين. من الظهران سلمان العليم.